مستمعينا في كل مكان، نعم الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى برنامج الطريق إلى المستقبل لمساء اليوم الأربعاء. طريق إلى المستقبل، وكما عودناكم في كل مرة نتناول معهدا من المعاهد أو مركزا من المراكز التكوين التي وضعتها الولاية تحت تصرف شباب وشابات ولاية برج بوعريج للحصول على شهادة تؤهلهم لعالم الشغل ولولوج عالم الشغل. اليوم سنستضيف في هذا العدد المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني الأخوين مسعد ببلدية رأس البلد، ويحضر معي بالاستوديو كلا من رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه والمساعدة على الإدماج المهني سيد فوزي عبد الباقي. مرحبا بك سيدي الكريم، وشكرا لك على تلبية الدعوة. مستشارة التوجيه والإدماج والتسيير والإدماج المهني بوظريفة أسماء، مرحبا بك سيدتي الكريمة وشكرا لك على تلبية دعوة. تحضر أيضا معي الأستاذة متخصصة في التكوين وتعليم المهنيين درجة أولى تخصص مراقبة النوعية وجودة غذائية السيدة أمراح حدة، مرحبا بك سيدتي الكريمة وشكرا على تلبية الدعوة. وكما عودناكم في هذا الفضاء دائما يكون معنا نماذج من الأشخاص الذين نجحوا في هذا الفضاء و كانوا يعني أو متربصين عبر مختلف معاهد التكوين المهني والتمهين المتمهنة من فرع تقني سامي في المحاسبة والتسيير السيدة خضراء الخلف، مرحبا بك الأخت خضراء. إذا ننطلق في هذا البرنامج على بركة الله. أول سؤال أو كبداية، بطاقة فنية على هذا المعهد حتى ربما نتعرف عليه، على كل ما يوجد في هذا الفضاء، وهذا هو هدف البرنامج، برنامج الطريق إلى المستقبل. وقبل ذلك يسعدني أن أقدم لكم فريق العمل، ميادة بن حمودة في الهندسة والإخراج الإذاعي، ومعكم نبيلة سعيد جعطر في الإعداد والتقديم. نبدأ معك كما قلت الأخ فوزي عبد الباقي فيما يخص بطاقة الفنية عن هذا المعهد، تفضل سيدي الكريم. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل ما أجيب على سؤالك أو قبل ما ندخل في صلب الموضوع، أود أن أرحب مجددا بمتكونين الجدد اللي دخلوا في دورة أكتوبر 2023، ونقول لهم إن شاء الله والله نتمنى لهم التوفيق في مسارهم التكويني بحول الله. بداية نقدمكم بطاقة تقنية عن مؤسستنا التكوينية اللي هي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الأخوين مسعد رأس الوادي. هذه المؤسسة التكوينية أنشئت بموجب قرار وزاري سنة والله تحديدا في تاريخ 18 أكتوبر 2019، بداية التكوين في المستوى الخامس اللي هو المعني به المؤسسة التكوينية اللي هو شهادة التقني سامي، بدأ تحديدا من دورة فيفري 2021. المعهد الوطني لديه طاقة استيعاب أو مقاعد بيداغوجية، قدرة استيعاب 250 مقعد بيداغوجي، قدرة استيعاب الداخلية اللي في المعهد 100 سائر، يعني المعهد فيه داخلية خاصة بالمتربصين خارج ولاية برج بوعريج أو خارج حتى خارج الوطن، يعني مرحب بهم في مؤسستنا التكوينية. التخصصات أو أنماط التكوين، المعهد يكون في جميع أنماط التكوين، سواء التكوين الحضوري أو التكوين عن طريق التمهين أو التكوين عن طريق المعابر أو التكوين التأهيلي بجميع أنواعه. الامتيازات التي يقدمها المعهد هي نفسها الامتيازات التي يقدمها جل المؤسسات التكوينية، من شبه رواتب أو منح، من نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة المتكونين. نرحب بجميع طلبات التكوين الواردة إلى إدارة أو إلى مصلحة الإعلام والتوجيه، يعني جميع أبواب مفتوحة، جميع أبواب المؤسسة التكوينية مفتوحة طيلة أيام الأسبوع وطيلة السنة، يعني
احنا كي نرحبوا بالطلبات التكوينيه راح تكون طيله ايام سنه مش غير في فتره التسجيلات، يعني قاعده تكون هناك طلبات تكوين تكون خارج فتره التسجيلات. شكرا لك الاخ فوزي عبد الباقي، نبقى معك فقط. شهدنا يوم الاحد الفارط الدخول المهني لدوره اكتوبر اللي كان يوم 8 من اكتوبر الجاري، كان دخول ناجح بامتياز عبر كل مراكز ومعاهد التكوين المهنيه 21 التي يعني تم توزيعها عبر كل ربع ولايه برج بوعريج، وكان السيد الوالي السيد كمال نويصر القامه بالاشراف على الانطلاق الرسمي ب المعهد لزيار ميلود ببليمور. التسجيلات لا زالت متواصلة وهذا هو الأهم، لأنه الاستقطاب أكبر ربما عدد ممكن من المتربصين ولا طالبي التكوين عبر مختلف المعاهد، شيء مهم جدا. أيضا تم استحداث منصة رقمتي أو مهنتي عفوا لمنصة رقمية لتسهيل أيضا عملية التسجيلات بالنسبة للمتربصين. يعني بالضبط، يعني الوزارة الوصية قامت بتمديد فترة التسجيلات التي كانت أجلها محددة يوم 30 سبتمبر، مؤخرا مددت التسجيلات إلى غاية ما بعد الدخول التكويني. يعني حد الآن رانا نسجل على مستوى مكاتب الاستقبال والإعلام والتوجيه في كل مراكز الولاية. تاريخ المحدد لنهاية التسجيلات لحد الآن يعني ما كانش تاريخ محدد، إلى غاية إعلامنا بتاريخ نهاية التسجيلات. يعني الشباب اللي مازال ما التحقش ولا مازال ما حالفوش الحظ باش يلتحق بمراكز التكوين يسارع يعني في الالتحاق في الايام المقبله هذه اللي مازالت، ويغتنم الفرصه تاع الدخول التكويني لاكتوبر ما اجلش حتى الدوره. يعني كل ما تقدم الملف تاعك في اقرب دوره تكون يعني الفرصه تاع كسب الشهاده مقدمه كما يقولوا. ان شاء الله، شكرا لك الاخ. اما فيما يخص اسمحي لي برك، فيما يخص منصه مهنتي يقدر اي طالب تكوين يسجل في هذه المنصه عن طريق الانترنت، سواء من الهاتف النقال او من خارج من اي مؤسسه يسجل. في حال ما اذا ما قدرش يسجل، يعني حتى مكاتب الاستقبال الاعلام والتوجيه قادرة تتكفل بهذه العملية. يعني يعني التوجه إلى مراكز ومعاهد. نعم، نشكرك الأخ فوزي عبد الباقي. نتوجه الآن للمستشارة التوجيه والتسيير والإدماج المهني الأخت أبو ظريفة أسماء. أكيد أنه المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني الأخوين مسعد براس الواد تم يعني استقبال عدد يعني من المتكونين، تفضلي حدثينا ربما عن سعة استيعاب هذا المركز وأيضا العدد المسجل لدورة أكتوبر وأيضا التخصصات الجديدة التي هي موجودة على مستوى هذا المركز. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة نهضروا على العروض والتخصصات المبرمجة لهذه الدورة. عندنا التكوين الحضوري خير ما فيه التخصص قاعدة المعطيات، الشرط الالتحاق يكون ثالثة ثانوي كل الشعب، شهادة التتويج تكون فيها شهادة تقني ثاني، والمدة التكوين تكون فيها 30 شهر. التكوين الثاني تكون عن طريق التمهين مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية، هذا كتخصص جديد برمجناه في المؤسسة تاعنا. هنا أيضا شروط الالتحاق تكون ثالثة ثانوي لكل الشعب، شهادة التتويج أيضا تقني ثاني، ومدة التكوين 30 شهر. عندنا تكوين عن طريق المعابر، خيرنا 3 تخصصات. عندنا تركيب وصيانة الأجهزة تبريد وتكييف، هنا خيرنا شهادة تقني تبريد وتكييف زائد خبرة مهنية عامية. شهادة التتويج هنا تكون أيضا شهادة تقني ثاني، والمدة التكوين 12 شهر سنة. أمانة المديرية شهادة تقني في الأمانة المكتبية خبرة مهنية ثانية تكون عامية، شهادة تقني ثاني لمدة تكوين 12 شهر. تسيير المخزونات أيضا شهادة تقني في تسيير المخزونات أو شراء وتصميم خبرة مهنية، شهادة تتويج تكون تقني ثاني
مدة تكوين 12 شهر، وآخر تخصص كنقول شهادة تأهيلية عندنا تقييم إعلام الآلي ودولي سين رابعة، شرط الالتحاق يكون رابعة متوسط فما فوق، وشهادة التتويج تكون شهادة تأهيلية مدة تكوين 6 أشهر. والآن نهضروا على الحصيلة المؤقتة لتعداد المسجلين في دورة 2023، دورة أكتوبر 2023. عندنا التكوين الحضوري في قاعدة المعطيات، عندنا عدد المقاعد البيداغوجية خيرنا 15 مقعد، تعداد المسجلين 38، نسبة المئوية 253%. تكوين عن طريق التمهيد مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية، عدد المقاعد برمجنا 15 مقعد، عدد المسجلين 17، نسبة المئوية 113%. أما التكوين عن طريق المعابر، عندنا تسهيل المخزونات واللوجستيك، أيضا عندنا 15 مقعد، نسبة المئوية فيها كانت 66.166%. التركيب الصحي التدفئة والتكييف أيضا فيها 15 مقعد، والنسبة المئوية كانت فيها 146%. أما أمانة المديرية خيرنا 15 مقعد بيداغوجي، والنسبة المئوية كانت 86.66%. والتكوين عن طريق الدروس المسائية في تقييم الإعلام الآلي 30 مقعد بيداغوجي 106.66%. هذا التعداد الحصيلة الإجمالي. مجموع عندنا عدد المقاعد البيداغوجية 105 مقعد بيداغوجي، والنسبة المئوية بالإجمال 140% نسبة مئوية. نشكرك سيدي الكريم الأخ فارس عبد الباقي. نتوجه الآن للأستاذة متخصصة في التكوين والتعليم المهنيين درجة أولى تخصص مراقبة نوعية وجودة غذائية الأخت أمرا حدة، واحد من التخصصات الجديدة التي أدرجتها المديرية الولائية للتكوين المهني والتمهين لتلقينها ربما للطلبة أو للمتربصين. حدثينا أولا عن تعريف هذا التخصص. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك جزيل الشكر على الاستقبال الجيد، أنت إنسانة جد طيبة. Je parle en français. معكم l'enseignante أمرا حدة، enseignante détachée au niveau d'institut Ras Laed, spécialité contrôle de qualité agroalimentaire درجة أولى. بالنسبة للتخصص مبرمج باش يفهموني ناس بيان. بالنسبة للتخصص المبرمج على مستوى رأس الوادة كمعهد وطني متخصص، هو تخصص كما يقال بالعربية يبصم الصورة الرسمية للمنطقة، كون المنطقة عبارة عن منطقة زراعية ومنطقة صناعية في التغذية، أطون دوني كأنها منطقة موصوفة بهذا الوصف. أنا proposé de faire cette formation اللي هي contrôle de qualité agroalimentaire technicien supérieur. Avant ça, on a enseigné نهاية العام اللي فات à la fin de l'année de formation précédente j'ai enseigné les femmes de location de location de chômage. Ce sont des femmes جاو باش يقراو الحمد لله، اي سون تري موتيفي دو فوا كي نلقاو هكذا دي فامي جو يقراو عندنا لوكاسيون دو شوماج نخافو شويه كوم دي زونسيونت كتجربه اولى ليا، مي بصح بارك الله كانوا تري موتيفي يحبوا يفهموا لا تكنولوجي افون لا فابريكاسيون، اي سون ديستيني بور افوار اون فورماسيون دو فابريكاسيون. Mais avant la fabrication, on a donné des prérequis, des bons, alhamdulillah, yani, inchallah, kono adina wajbna li seltna, des bons formations sur la fromagerie, les types de fromage, du lait avant. Ils ont fait de pratiques au niveau de l'institut spécialisé Ras El Oued. Bon, huma yani doka andi des formations li andi min bayn li qraytom kamel 24 ou bien 26. كاين 4 فام سور تيرا خدامين ما شاء الله بون هذو يعني التجربه الاولى في لا فيليير اي لا فيليير اي سي لاندستري اغرو اليمونتير هذه كتجربه اولى كترونش اولى لا لوكاسيون دو شوماج. اون باس ميتنون على فورماسيون
concernant les techniciens supérieurs sur le contrôle de qualité agroalimentaire. Ça te dit agroalimentaire, معناتها agroalimentaire, ça touche la spécialité agro, les produits arrivant de l'agronomie, par exemple les plantes, les fruits, les légumes, et des produits animaux, par exemple les viandes, qui sont des produits, poissons. Vous, les stagiaires, je suis fait mon bien. Ce sont des formations parce que le contrôle de qualité agroalimentaire, il est destiné par exemple le contrôle de les flabos. Non. Voilà, contrôle de viande, la conserve, le labo. On contrôle tout, on contrôle la matière première destinée à la fabrication fromage. En arabe, on contrôle la matière, les gina, destinée bien, parce que deux fois qu'il y a un groupe, vous voulez les faire. Pour la spécialité contrôle de qualité agroalimentaire, c'est une spécialité. La première fois, elle est intégrée à l'Institut spécialisé Ras El Ouedd, qui a été jouée. Alhamdulillah, كان عليها الإقبال بزاف. الله يبارك من التلاميذ الواعيين اللي جاوا يعني ومازالهم خليناهم ديجا يخدموا في البابي تاعهم باش يلتحقوا بنا. استقبلناهم البارح في احسن ظروف ما شاء الله. فرحانين بلا سبيسياليتي ان شاء الله ندوا لهم حقهم باذن الله تعالى. بون لا سبيسياليتي هذه c'est technicien supérieur agroalimentaire. Le شروط الالتحاق ذكرتها زميلتي pour nous pas يعني bac l'âge parce que ce sont des apprentis. Les apprentis ont le droit de 15 à 35 ans. يقراو عندنا 24 mois plus les 6 mois اللي يكونوا هما toujours en son terrain. يقراو عندنا 2 journées وعندهم البراتيك سور تيران سويفيون في البراتيك في التيران يعني في الاماكن اللي راهم انستاليناهم فيها في لي زوزين اللي انستاليناهم فيها. بارك الله في لي زوزين اللي على مستوى منطقه راس الواد بارك الله فيهم. بون هادو كي يقراو عندنا يروحوا يديروا لا فورماسيون او نيفو دو زوزين لي زوتر جور نسويفيهم بيان نعطيو لهم لي فورماسيون تكنيك ou le pratique théorique. Le pratique théorique, nous avons choisi les modules pour que nous les stagiaires. Comme les modules, nous avons 4S. Qu'est-ce que ça veut dire 4S? Les 4S, ce sont des 4 semestres. 4 semestres sous des sillettes. 4 sous des sillettes. Les 4 semestres, nous avons fait un télémite sous des sillettes. كم سي نهضروا 30 كوما كي شغل او يقرا واحد راح يقرا في الاس ان بي في الجامعه يقرا لي موديول دو باز اللي هما لي موديول باغ اكزومبل نديروا له موديول تاع لا سيتوياسيون تاع لو تيران لي كون فيه مدخل عام التيران لي كون فيه. لو دوزيام موديول سي لو دو موديول دو بيوشيمي سون دي موديول لي جونا في نوموكلاتور ديستيني كيف يقراهم في ليزاس بصح باغ لونسيانتي تاعنا الحمد لله اون سيز دي موديول على حساب الاولويه تاع ستاجير يعني كي يكون في التيران كون بروميير فوا ما نروحوش ندو لو موديول دو فابريك دو كونترول ديريكت لازم يعرف لو برودوي. لي موديول هما كيما قلت لك لا فورماسيون بريمير سور لي تيران. Ou le deuxième module, c'est bien le biochimie en parallèle de chimie, module biochimie alimentaire, plus la chimie générale. Ou qu'il y a un autre module, lui, voit le module de la chaîne de fabrication. Il y a appelé chaîne de fabrication, c'est un module de base. Ou qu'il y a le module de physique. Module de physique, Hadif le S1. Hadif Dahif le S1. Après, le S2, nous avons le choix, fait les modules de base. La microbiologie, Fanny, il y a la généralité de la microbiologie, pardon, le S1. Après le S2, il y a les modules, il y a le S1, il y a le chèque pratique, ça veut dire les analyses microbiologiques, autant donné qu'on a le S1, la microbiologie, il y a par exemple les analyses physico-chimiques, autant donné qu'on a le physico-chimique. Après le S3, donc la fabrication, la filière, chaque type de filière alimentaire. Parce que vous voyez, moi, je contrôle de qualité branche
فيجيتال كونترول دو كاليتي جينيرال يعني يقرا كلش بالفيليير ديال الفيوند ها كيفاه دير لا كونترول دو كاليتي ديالها قال البواسون ها كيفاه دير افري في لا فام باذن الله يكون في الاسكات ديستيني لي زيدي كمل لي موديول دو باز اللي هما كونترول دو كاليتي يبدا ان شاء الله سور تيران يسويفيهم اي سو براتيك سور تيران فينالمون في لا فام في لي 6 mois final الستاجير راهو ديجا سور تيران اللي يفهمها ستاجير او سور تيران التيران هذاك حنا كي نسويو سور تيران باذن الله راح نكونوا على بالنا في لافاف لي 6 mois final كالي لانتيتود او بيان لو تيتر دو باز سور لو ميموار لي ديرها بتيت ميموار لي ديرها بلي بريكي و لي ريكي دو باز لي داهم من عندنا ومن عند الوزير. بالنسبه للاقبال كما ذكر زميلتي الاقبال كان ما شاء الله لي ستاجير جاونا انستاليناهم سور تيران ودرنا دي سورتي هكذا بالسنوات مع المستشارين مع الاساتذه ديالنا مع حتى المسؤولين حتى الديريكتور ديالنا وشارك في هذه في هذه في هذه في هذه لا بوبليسيتي سور لي انفورماسيون ميم رؤساء المصالح بارك الله فيهم الاساتذه اللي معنا ان شاء الله التلامذه هادو نعطيو لهم حقهم وهذه الفورماسيون هي فورماسيون دو باز باسكو كاين بزاف هي كوم تجربه اولى في راس الواد سافيدير التلميذ متربص درا هكذا المتمهل لازم يدير يدي فكره بلي سي لا بروميير سيكسيون في راس الواد يعني لي بوست دو ترافاي راهم نقدروا كاستاذه راهم متوفرين ان شاء الله يعني باذن الله في التيران باك يكون مليح ويخدم ويتعلم جي بارلي كوم سا باش يكون ستاجير تاعي اللي يقرا عندي يسمع هذه ويخدم بيان باش ان شاء الله خرجوا اون بون سيكسيون ميرسي ان شاء الله بالتوفيق تفضل الزميل دابرك هنا من التسهيلات اللي قدمها المعهد الوطني تاع راس الواد فيما يخص منصه التنميه يعني حتى المتمهن دوك اللي ما لقاش منصه التنميه على مستوى المؤسسه المستخدمه ساعه غير مهمه عن طريق لجنة الإعلام والتوجيه اللي قامت بعمل جبار ونحييهم بهذه الناس على هذا المنبر ونشكرهم على كل المجهودات اللي قاموا بها كذلك مديرية التكوين التعليمي ولاية برج بارليج قامت بعمل ممتاز ألا وهو إحصاء مرصة التنمية في كل الشعب المهنية والتخصصات المبرمجة في دورة أكتوبر 2023 هنا كي نروح نجيبوا مناصب التنمية للابرونتي هذا ديجا رانا سهلنا له عملية ايجاد مستخدم اللي راح يبراتيكي ولا راح يطبق عنده هذاك التخصص اللي خيروه في الدوره وكانت هناك يعني ديما كنا في دورات سابقه نعانيو في المشكل هذا تاع نصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات المستخدمه يعني كاين بعض التخصصات يكون فيها صعوبه في تنصيب المتمهنين. نشكرك سيدي الكريم والأخت الكريمة يعني على الشرح الدقيق والمفصل لهذا التخصص تخصص مراقبة نوعية وجودة الغذائية نتمنى إن شاء الله يكون إقبال كبير كما ذكرت الأخت لأنه تخصص مهم جدا وتخصص جديد أيضا يتماشى ويتلائم مع سوق الشغل سوق العمل وأيضا خصوصية المنطقة لأنه هذا هو الأهم في هذا في الحلقة كلها يعني في حلقة التكوين والتشغيل. نواصل إذن هذا الفضاء الأخت خضراء الخلف متمهلة بذات المعهد المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني الأخوي المستعد ببلدية راس الواد تخصص تقني سامي في المحاسبة والتسيير أيضا ولاية برج بارليج معروفة بمختلف المؤسسات الصناعية والاقتصادية اللي يحتاجوا تحديدا لهذا التخصص تخصص التسيير ومحاسبة والتسيير في مختلف المؤسسات كما ذكرت. حدثينا ربما عن تجربتك لولوجك هذا العالم عالم التكوين المهني والتمهين وكما كنا نحضره في هذا البرنامج في كواليس البرنامج قلت أنك يعني جامعية شيء جميل جدا أنه يعني نكمل الجامعة تاعنا ونلتحق بمراكز التكوين باش ندعم الرصيد تاعنا وندعم لو باجاج تاعنا ونكون يعني عندنا تخصصات كثيرة في حياتنا. تفضلي اختي خضراء. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكر إذاعة البرج على الدعوة وحسن الاستقبال. معكم خضراء الخلف من مواليد 1995 خريجة جامعة محمد البشير إبراهيمي متحصلة على شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون أعمال دفعة 2019
يعني كما كنتي تحكي لي دوكا لازم الواحد انه العلم هذا ما عندوش حدود، لازم الواحد ديما يطور روحه حتى واذا قريبة تخصص محيط راح نزيدو نقرا ان شاء الله تخصصات اخرى ان شاء الله. حاليا متمهنه بالمعهد الوطني، المعهد الوطني اخوي مسعد راس الواد فرع تقني سامي في المحاسبه والتسيير، وكما نقولوا اكثر حاجه استفدناها من خلال التربص الميداني في المؤسسات المستخدمة، لأنه عندنا يومين دراسة على مستوى المعهد وثلاثة أيام تربص ميداني في المؤسسات المستخدمة، يعني استفدنا أكثر وأكثر، دخلنا في التيرة هكذا وشفنا كيفاش بزاف حوايج هكذا تعلمناهم، وبالتنسيق كذلك مع الأساتذة في المعهد. وفرع هذا تقني سامي محاسبة وتسيير يعتبر الدفعة الأولى، سمحنا الدفعة الأولى تاع المحاسبة والتسيير. عبدي الشرف يعني أبي قرية المحاسبة. نعم. وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي، وإحنا مقبلين على التخرج إن شاء الله غدا إن شاء الله المناقشة تاع المذكرة تاعي الموسمة بتنفيذ الموسمة بتنفيذ الميزانية في المؤسسة التربوية حال الدراسة، ملف مهم جدا يعني ثانوية تشريف لرقد مستوى راس لخب دائرة راس الواد، والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات. درست بهذا التخصص عامين ونصف، ونتقدم بكل الشكر والاحترام والتقدير لجميع الأساتذة تاوعنا اللي قررونا في المعهد، وخاصة منهم المشرفين على المذكرات من بينهم محمد شتوح والأستاذة ياسمينة بالحداد، وكذلك تقدم بالشكر والتقدير لطاقم البيداغوجي والإداري. شكرا لك، وحنا ثاني نشكرك بدورنا على هذا الحيوية وهذا النشاط وهذا الحب للتعلم، لأنه من المهد إلى اللحد يعني هو التعلم، مش مقصور فقط على سنوات الجامعة، والتطبيق شيء مهم جدا. ربما الآن ربما تطمحين في منصب شغل دائم وهذا حقك يعني، وانت حصلت على أكيد. تخصص محاسبة بالنسبة لي يعتبر مكمل التخصص تاعي في الجامعة، أنا قريت حقوق قانون. نعم، أنا ما كنت سأذهب إليه يعني سؤالك على تخصص يعتبر مكمل التخصص تاعي، يعني حبيت نزيد نطور مكتسباتي عندي من الناحية القانونية زيدوا من الناحية المحاسبية. جميل جدا، بالتوفيق ان شاء الله. وهذا هو الاهم، انه الانسان يعني كما قلت واسلفت الذكر انه الانسان يتحصل على شهادات متعدده، وهذه تكمل هذه، والميدان يعني والتطبيقي يدعم النظري، وهذا هو الاهم في حياتنا. بالتوفيق ان شاء الله في عالم الشغل، ان شاء الله الناس تسمعك عبر هذا البرنامج وتتصل بك، لانه من حقك يعني نحب هكذا الشباب يعني نشيطين وعندهم طموحات في عالم الشغل ويطمحون الى الحصول على مناصب شغل دائمه. ان شاء الله بالتوفيق الاخت خضراء الخلف. نرجع الان للاخ فوزي عبد الباقي رئيس لمصلحه الاعلام والتوجيه والمساعده على الادماج المهني. كما شفت الاخت خضراء يعني كلها حيويه وكلها نشاط ورغبه في حصول او في تعلم، وقالت انه يعني يمكن انها يعني تدخل في تخصصات واحد اخرين. الان اهميه التكوين بالنسبه ربما كثير من الشباب، يعني نشوفوهم في ازقه الشوارع قاعدين لا خدمه لا قدمه كما نقولوا، لا تكوين، يعني ضايعين مضيعين ارواحهم في ظل تواجد الكثير من المؤسسات اللي تقدر ربما تغير حياتهم رأسا على عقب، يعني تقلبها توتالمو كومبليتمو. واش تقدر تقول للشباب هذو على أهمية التكوين؟ هي يعني نقطة مهمة جدا فيما يخص أهمية التكوين. احنا كنشوفوا المعطيات أو الإحصائيات اللي متواجدة نقطة مهمة جدا والخاصة بأهمية التكوين. احنا كنشوفوا المعطيات أو الإحصائيات الخاصة اللي متواجدة عندنا احنا كمصلحة الإعلام والتوجيه، واللي تقول هذه المعطيات باللي راه كاين 28 متكون على مستوى مؤسستنا التكوينية خريجي الجامعات، يعني كامل خارج الجامعات في جميع التخصصات سواء إعلام آلي
أو الحقوق أو الأدب العربي خلصوا الفورماسيون تاعهم على مستوى الجامعات وجاو المعهد الوطني وراهم يتكونوا ورايحين يتخرجوا في الأيام القليلة المقبلة. حنا كي نقولوا أهمية التكوين، التكوين عنده أهمية كبيرة كبيرة جدا، يعني يكون نهزوا الأهداف تاع التكوين والأهمية تاع التكوين لا تعد ولا تحصى. حنا أي شاب ولا أي شابة راح تقدم التكوين الهدف تاعها واضح ألا وهو الولوج إلى عالم الشغل هكذا، ونطور رواحنا ونديرو نديرو إطار الشخصي اللي هو نقدر نقول هو البطاقة التعريفية لأي أي شخص. حنا كي نقولوا الأهمية تاع كي نقولوا الولوج إلى عالم الشغل، حنا نشوفوا في شباب بزاف مثلا سواء اللي خرجوا هذو من مؤسسات تربوية من ثانوية متوسطة أو متوسطات أو تحصلوا من قبل على شهادة، خاصة اللي ما عندهمش شهادة. احنا مؤخرا نشوف الشباب يخلص من القرايه والله يحبس من القرايه يخرجوا او كما يعرف بالتسريح من المؤسسه التربويه، هذاك الشاب او الشابه اوتوماتيكمون راح يروح للبطاله او يروح لمنحه البطاله، راح يروح للبطاله يحبس ما يقراش ويريح ويتقى في الشارع، والله يروح لمنحه البطاله باش يستفيد من منحه البطاله. احنا مؤخرا منحه البطاله رانا نشوف فيهم راح يروح يولي للتكوين النهائي، راح يوبليجيك يعني حتى المؤسسات التشغيل يجي نهار اللي يقولك لازم تروح للتكوين المهني. انا واش ننصح الشباب تاعنا هذو خاصه اللي راهم يروحوا لمنحه البطاله، انا نقولوا روح تقرا في التكوين المهني او تكون في التكوين المهني وبروح لمنحه البطاله. علاه؟ كاينه واحد المعلومه اللي ممكن الشاب هذا مش متحصل عليها ما يعرفهاش، هو الفرق بين انه نروح للتكوين وبين نروح للبطاله، ولا نروح للبطاله وبين نروح للتكوين، هاو الفرق اللي نهضروا عليه. هو الشاب كي يروح منحه البطاله، منحه البطاله من بعد مؤسسه التشغيل راح تجبره باش يروح يتكون، هذه من ضمن انه الشاب راح باش يقعد يستفاد منحه البطاله في السن القانوني اللي هو 40 سنه لازم راح يتكون. دوك هو كي يجي يتكون احنا في المؤسسه التكوينيه راح يتكون وفق واش راهي موفره المؤسسه التكوينيه من تخصص، تسمى راح نقولوا باللي راح يجبر باش يقرا هذاك التخصص اللي مبرمجته المؤسسه التكوينيه، على عكس انه الشاب يروح للمؤسسه التكوينيه يقرا وباه يستفاد من حيت البطاله. هنايا واش هو الفرق بيناتهم؟ واحد كي نجبرو حنا باش يقرا على التخصص اللي راه في المؤسسه التكوينيه، تسمى قادر يكون التخصص هذاك مش من الميول تاعو ولا مش من الرغبه تاعو، وغدوه حتى في الخدمه مش راح يخدم في الخدمه تاعو واصلا ما عندوش ميول وما عندوش رغبه. اما كي يروح يقرا والله راح يسجل في التكوين المهني قبل من حيت البطاله راح يقرا واش يحب هو، يعني تخصص اللي عنده ميول فيه وعنده رغبه فيه يقرا، ومن بعد سواء راح يروح للعالم الشغل راح يخدم ديريكت ولا يروح يستفاد من حيت البطاله ككل الشباب. يعني من الاحسن انه الشاب هذا اللي راح يخرج خاصه هذو اللي راهم يخرجوا مثلا من مؤسسه تربويه، من الاحسن يتوجه لمؤسسه تكوينيه يقرا التخصص ولا الشعبه المهنيه اللي راح حابها، نعم، وغدوه أمه يروح يخدم الخدمه اللي راح حابها ثاني، على عكس انه يروح يستفاد من حيت البطاله ومن بعد يولي يتوجه للمؤسسه التكوينيه ويلقى هذيك التخصصات المبرمجه ممكن ما تعجبوش بصح مجبر باش يقرا في هذاك التخصص. بالنسبه فقط الاخ فوزي وانت تتحدث يعني سقتني الى موضوع مهم، هو بالنسبه للناس ربما اللي يحبوا بعض التخصصات يعني طموحهم ورغبتهم في هذا التخصص لكن ما عندهمش ربما شروط اللي تسمح لهم للالتحاق بهذا التخصص سواء من المستوى التعليمي او من مستوى السن، هل فيه ربما يعني طريقة لإدماجهم أو في يعني طريقة لمرافقتهم في هذا المجال حتى ربما يقدروا يلحقوا هذا التخصص؟ هذه من ضمن مهام مصلحة إعلامية، مصلحة على مستوى المعهد الوطني، مصلحة إعلام وتوجيه، وهذا بما يسمى التوجيه الجيد، هو نقطة مهمة فيما يخص التسجيل اللي هو التوجيه. هي نادرا ما نلقاو مثلا شاب ما قدرش يلقى التخصص اللي حاوس عليه، خاطر في كل شعبة مهنية راه عندنا يعني تخصصات بزاف. دوك نهزو مثلا شعبة النجارة والأثاث، كي نروحو نلقاو مثلا 17 تخصص من المستوى الأول حتى المستوى الخامس اللي هو تقني ثاني. المستوى الأول راح يشترط مستوى دراسي مثلا متدني شوية، يعني قادر واحد يكون في ابتدائي يقدر يدير نجارة معمارية ولا نجارة أثاث ولا تنضيد كيمياء ولا تنجيد الخاص
الاثاث المنزلي هذاك. تسمى هنا من ناحيه التوجيه حتى ما يلقاش التخصص الموجود على مستوى المؤسسه تاعنا راح يلقى في مؤسسه مجاوره، خاصه في نمط التكوين عن طريق التمهيل، ومش راح تكون عنده صعوبه كبيره يعني فيما يخص الدراسه تاعو ولا فيما يخص المسافه بين البلديات او الدوائر. يعني حنايا كمؤسسه تكوينيه راح نتكفلوا بجميع طلبات التكوين في جميع المستويات الدراسيه. عندك شرط السن اللي هو من 15 مثلا ل 35 سنه، هذا قانون يقر بعدم الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهيل الا في حدود هذا السن. لماذا طفل قبل 15 سنه ما نقدروش ندخلوه للتكوين المهني؟ ل 15 سنه لماذا؟ هو السن القانوني كيف يقولوا التدريس الاجباري ولا احدد التسميه اكزاكت. المهم هو لازم 15 سنه راح يكون عنده التدريس الزامي اللي هو على مستوى المؤسسه التربويه. فوق 15 سنه الى 35 سنه هذيك يقدر يتكون على مستوى كل المؤسسه التكوينيه في نمط التكوين عن طريق التمهيل. اما في نمط التكوين الحضوري السن مفتوح من 16 سنه فما فوق، يعني قادر اي شاب ولا اي شابه يتقدم مؤسسه تكوين مهني حتى في السن نقولوا احنا 40 سنه 50 سنه ويتكون ويستفاد من شهاده تكوين عادي يعني. شكرك الاخ فوزي، وهذا يجرنا للحديث على المصادقه على الكفاءات، لانهم كاين الناس اللي عندهم مهنه في يديهم ويعرفوا يعني يمارسوها ويمتهنوها، ولكن ربما ما عندهم شهاده لتضمن لهم حقوقهم على جميع الاصعده والمستويات. بالفعل هو جهاز يعني اللي ما عندوش ممكن الشباب ولا الناس اللي راهي تسمع فينا ممكن ما يعرفوش هذا الجهاز المسمى بجهاز التصديق على الكفاءات المكتسبه. يعني كاين ناس والله كاين شباب والله كاين حتى اللي يكونوا كبار شويه في العمر ما سمحت لهمش الظروف باش يقراوا وقت فات، سواء بسبب بعد مثلا مؤسسه التكوين عن مقر المنازل تاعهم ولا اللي راهم في المناطق النائيه ولا في مناطق الذل. هذا الجهاز سمح للناس باش تقدم للمؤسسه التكوينيه الوثائق اللازمه لتثبت بانه عنده خبره مهنيه في تخصص معين او في مهنه معينه، ويقدر يقدر يستفاد من شهاده اللي راح تسهل له المهمه تاعو في الولوج ولا في ايجاد منصب عمل، خاصه فيما يخص اجهزه الدعم اللي هما لاناد ولونجام. يعني حتى هذه الشهاده راه معترف بها لدى اجهزه الدعم، يعني اي شاب يحب مثلا والله عنده خبره معينه في اي مجال يعني مؤسسه تكوين مهني اللي هي مراكز تحديدا ماهوش المعاهد، المراكز راهم يديروا تصديق على الكفاءه المكتسبه، وتحديدا يعني كاين مركز بوربو على ربعه، كاين مركز الذكور، كاين مركز منصوره، كاين مركز تاع عين تغروت، كاين بالليمور، هذو كامل راهم يوفروا في التكوين في جهاز تصديق على الكفاءة المكتسبة. بالتوفيق إن شاء الله. تفضلي الأخت أمرا. شكرا لك. تبدأ لذهني الآن إضافة نضيفها على الزميلة شعيب. احنا عندنا سواء تكون إنسان حق نيفو ترمينال وما قراش، ولا إنسان ديجا قاري، ولا إنسان جامعي. ولا القاري سا فيدير أونسيانتي، والجامعي سا فيدير قرا أون برونش ولا أون برونش كيما المتربصة اللي عندنا. كاينه حاجه اللي كيما درنا المعرض مع المديريه الولائيه ضمن السيتادير مع المؤسسات اللي تدعمنا في التكوين، هي مؤسسه الدعم، يوجد ما يسمى بمنصات ستارت اب، يسمعوا بها بزاف المؤسسات الناشئه ستارت اب، يفهمها اللي قاري واللي او كاين اللي عنده لونسيتي وعلى باله. واش معناتها حنا كي نروحوا للتكوين، كي نروحوا للتكوين باش نتكونوا، يكون عندنا ديجا ما عندناش هدف وموتيفيو الهدف، ولا عندنا ديجا هدف. مثلا الانسان اللي عنده فكره في راسه، مشروع ولا حاجه فكره في راسه، ان بروجي ديتود ولا في راسه من بكري ولا توله له هو يقرا، الحاجه اللي مش بتوليني انه التكوين المهني يدون اون فالور اجوتي. كيسك سا فيدير اون فالور اجوتي؟ يعني يعطي لك الفرصه انك قيمه مضافه، باردون، يعطي لك الفرصه انك تدير فكرتك، كي تكون عندك ان تام دو ميموار فكره تاعك تجسدها، وهذا ما يؤهلك انك تكون مسموع على مستوى وزاره التكوين.
وليس حتى على مستوى المنطقة اللي انت فيها، على مستوى الوزارة بحد ذاتها. نعطي لك ان تيتر ديكزامبل بار اكزومبل الكونترول دو كاليتي اوتون دوني كو عندي لونسيانتي دو 13 سنة j'ai enseigné à l'Institut spécialisé 1 et 2 ici, le Dorj. Des autres formations concernant, par exemple, les spécialités ULT, les spécialités ULN, les spécialités contre, le, par exemple, Hatta Tarbir Tufoula, la nutrition chez l'enfant, l'hygiène chez l'enfant. Benispekein, des formations et continuité, par exemple, Anna, on a trois qui ont trappé chez Fahmoun. Je mets, je tire le chapeau de, d'enseignante et je mets le chapeau d'une stagiaire ou bien d'une apprentie. أنا عندي فكرة، par exemple عندي فكرة في كنترول دو كاليتي. في كنترول دو كاليتي هذه تكون عندك فكرة تجي تقرا الفكرة هذه راك تجسد فيها au fur et à mesure في لي فورماسيون S1 S2 S3 ومن بعد كي تروح للي سي موا فينال تجسدها. يعني مش لونسيون لي شارط يقول لك tu fais tel 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 هذا التال لازم ديرو. تقدر هذيك لا فورماسيون وتدخل واحد المجال لن تتصوره انك يعني مدتها لك الجامعه. حنا يعني هذه مصحه الناس في اوقاتنا، مي بصح جو دون هذه لافورماسيون لي ستاجير باش يعرفوا. تقدر تمشي في مجال تاع مؤسسات منشئه ناشئه، مؤسسات ناشئه اللي يمد لك اللي يمد لك الحق انك تتفورما تكنيكمون سور لي تيغان كيما قالت المتربصه وعندك فكره وتكون مع الكونكادور ديالك مع دي زوتر زونسيون اي تو في كومون دي اون بومب اتوميك الله يبارك لي تكون عندك في مسمع صوتك حتى في الوزاره. يعني هما ظني والله يبارك يعني مديريتنا مديريه التكوين الدون يعني لي شونس لهذو الاشياء. يعني ما شاء الله يعني هذه الفكره تفكرتها ميزا باغ في لي فورماسيون اللي ما يكونوش عندنا يكونوا على مستوى المركز. تولدت الحاجة أنا جسوي أنسانيونت تيتولار مستوى مركز عرس الواد. الشكر الجزيل موصول المديري فاطمة نعمان اللي يعني يثق في قدراتي الله يبارك. شكرا جزيلا إن شاء الله نكون عنده وعند عند فضل منه. وأيضا مديري مسيو بن مسعود اللي مدنا يعني كما نقولوا آمن بقدراتنا ومدوا الاستاجية إن شاء الله. كاين تناغم متداول ما بين المؤسستين، معروف بلي المراكز تقري مستوى والمعاهد تقري مستوى، معروفه هذه، معروف بلي المراكز تقري مستوى والمعاهد تقري مستوى. انا جو ماركي بلي في لورينتاسيون الله يبارك نشوفوا باغ اكزومبل التلميذ اللي حاب يقرا دي زوت فورماسيون اوب نوريونتيوه 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 لا سبيسياليتي. قال حاب لا فورماسيون هذيك اليكتريسيتي تحتها كاينه فورماسيون تفضل عيطوا. انا منا عندي استاذات معايا يقريو في المركز بفضلهم بفضل استاذات لي معايا في المعهد. نو زافون يعني لقينا البلايص المتربصين الله يبارك لي زابار. كاين احصاء وكاين دعم من مصلحه الارشاد والتوجيه. والله العلي العظيم غير يعني تناغم كبير. قال الو قال هذيك البلاصه يتحوس هذيك البلاصه. قال بالنسبه امانه المركز ما شاء الله ايزون انستالي جاونا حتى ناس للمركز تاع راس الواد من مسيله وديستيني باش يعيشوا في تسرى. وايزون في لا فورماسيون تاع امين مديريه هذه انا سي با ما سبيسياليتي مي بصح اون باراليل مع المدراء ومع رؤساء المصالح تاع التوجيه. الحمد لله لازم يكون كاين هذا كيما قالت الاستاذه. كي يكون ما عندناش انسان ما على بالوش وين يروح ما على بالوش مستواه وين راح يديه لازم يكون تناغم بين المؤسسات باش التلميذ يلقى وين يروح ما يوليش يبطل ويبعد. اتصال المؤسسات. شكرا لك الأخت حدة وهذا موضوع مهم ومهم جدا. يعني في كل مؤسسات مش غير في التكوين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات التكوين اللي متواجدة على مستوى ولاية البرج. نتحول الآن للأخت فوزية أو بوظريفة أسمع عفوا. أكيد أنه كل هذه التخصصات تقدم على أنماط وعلى أشكال. حدثينا على أنماط التكوين في المعهد. أنماط التكوين في المعهد عندنا أول حاجة على النمط الحضوري. النمط الحضوري هذا كيفاش أي متربص كيفاش يجي يقرا حضوري. إيش معناتها؟ أنه حضوري يوميا من الأحد إلى الخميس يقرأ يوميا. أما عندنا النمط الثاني هو نمط التمهين عن طريق التمهين كيفاش يكون بالتناوب. يعني نقرأ يومين في المؤسسة وثلاث أيام خارج المؤسسة في يروحوا يتربصوا براتيك. والنمط الثالث هو نمط التكوين المتواصل اللي هو معابر. مثلا عندنا احنا خمس مستويات.
انه مثلا الانسان يجي متربص يجي يحب مثلا عنده شهاده تحكم مهني وحاب يطلعها الى شهاده تقني او عنده تقني وحاب يطلعها الى تقني ثاني يعبر من مستوى لمستوى انا من يطلعها من مستوى الى مستوى وعندنا هذو هما ثلاث انماط عندنا الحضوري والتمهين والمعابر التكوين المتوسط اضافه بركه تفضل فيما يخص الأنماط على نمط التكوين عن طريق التمهين يرى فيه لحد الآن يعني فيه امتيازات كبيرة كامتياز كامتياز استفادة من شبه الراتب في الحضور عنده منحة شهرية أما في التمهين عنده شبه راتب تدريجي يدفع من طرف مؤسسة تكوينية أو مؤسسة مستخدمة حسب قانون التمهين كاين في القانون التمهين يقول لك اي مؤسسه فيها اكثر من 20 عامل مثلا انا كندير ابونتيساج تاعي في وزين ويكون فيها اكثر من 20 عامل هذاك المؤسسه المستخدمه والله هذاك المصنع هو اللي راح يتكفل بمصاريف شبه الراتب الخاصه بالمستخدم هذه مصاريف شبه الراتب راح تدفع بطريقه حددها قانون التمهين شبه الراتب راح يكون في يعني بمرور الوقت راح يكون حتى نقدر نقول ليه بلي راح يولي راتب مثلا ابرونتي ولا متمهن يقعد في السداسي الثالث قيمه شبه الراتب تاعو راح تلحق حتى كقيمه عامل او موظف على مستوى تلك المؤسسه المستخدمه يعني هذه الامتيازات راه ديما يوفرها توفرها المؤسسه التكوينيه سواء معهد او مركز ككل الامتيازات يعني اضافه الى شبه الراتب عندنا مجموعة من النشاطات الثقافية والرياضية التي تتبع البرنامج المسطر من طرف المعهد الوطني يعني أي مؤسسة تكوينية عندها برنامج مسطر برنامج سنوي متكون من مجموعة من النشاطات الثقافية والرياضية التي تتبع المناسبات الدينية والوطنية دي متواجدة في كل سنة تكوينية شكرا لك الأخ فوزي عبد الباقي ربما وصلنا إلى ختام هذا البرنامج كآخر سؤال ما هي أفاق الشغل اللي تتقدم ربما لهذا الشباب اللي كما سلفنا وذكرنا لهم قاعدين ما عندهمش حتى شهادات ولا حتى تكوينات سواء كانت على مستوى التعليم النظامي أو التكوين المهني فيها أكيد فرص يعني تفتح في أوجه هذا الشباب اللي يتحصلوا على شهادة. نعم، إحنا نوجه نداء للشباب باش ما يفوتوش الفرص. هذه فرص كبيرة يقدمها المؤسسات التقنية ولا قطاع التكوين والتعليم المهنيين. أفاق الشغل خاصة مؤخرا وخاصة في المهن الحرة رأنا نقدر نقول عليها باللي هي أفاق مضمونة. رأنا نقول باللي تكوين تشغيل يعني هذه معادلة راح تطبق أنه أي متكون تكون على مستوى مؤسسة تكوينية واستفاد على ولا تحصل على شهادة تكوينية سوف يشغل يعني آليا أفاق تكوين يعني راي في الواقع ما نشغل يعني شفنا الناس بزاف قراوا على مستوى مؤسسة تكوينية سواء راحوا ديروا مشاريع خاصة بهم عن طريق مؤسسة الدعم اللي هي لاناد أو لونجام أو كل مؤسسة الدعم أو توظف عن طريق مؤسسات عمومية وخاصة يعني هذه نقدر نقول لها باللي معادلة يعني واضحة تكون تشغل شكرا لك سيدي الكريم الأخ فوزي عبد الباقي تفضل لي الأخت بوظريفة أسماء مستشار التوجيه وتسيير الإدماج المهني تفضل كلمة ختامية واش تقدري تقولي في هذا الأخر مثل ما قال الأخ فوزي يعني نوجه كلمة إلى الشباب اللي راهم يعني اللي ما توفقوش مثلا في الدراسة يعني مش نهاية العالم أنه الواحد ما مثلا ما نجحش في الباك ولا ما نجحش في زياناني ولا ميبيام ولا أي إنسان عنده شي تقعد عندك طموح لشي تقدر توصل ليه مثلا أنك ما نجحتش تروح عندك طريق آخر مش مسدودة يعني مش نهاية العالم أنك تروح لطريق آخر أنك تدخل إلى تكوين عادي وتقرأ ويعني تأخذ شهادة عادي وهذه الشهادة معترف بها دوليا يعني وتخرج أنك تشتغل بها يكون يعني الولوج إلى عالم الشغل والدخول ليه بكل سهولة إضافة للزميلة برك يعني بما أنه سمحتنا الفرصة باش نتكلم عبر أمواج الإذاعة نوجه نصيحة لتلاميذ المؤسسات التربوية
ديما نهضروا عليهم في مختلف الحملات الإعلامية والتحسيسية اللي نديروها على مستوى المؤسسة التربوية. يعني كاين بعض التلاميذ خاصة مستوى دراسي سنة ثالثة ثانوي أنه يقرأ كل العام الدراسي ومن بعد هو يلحق شهر أفريل هو يبدأ يتسرب يقول لك أنا يا سلكت حقوق تسجيل تاع البكالوريا وعندي رقم تسجيل البكالوريا راح نعقب البكالوريا، يقول لك نحبس القراية بما أنه راح نعقب البكالوريا. أنا نوجه لهم نصيحة، يعني راهم ولادنا ولازم نوصل لهم هذه النصيحة. احنا على مستوى المؤسسة التكوينية شرط المستوى الدراسي يقول لك الشهادة المدرسية لازم يكون فيها تاريخ خروج 30 جوان، يعني هذاك التلميذ هذاك لازم يكون مكمل السنة الدراسية الثالثة ثانوي بيقدر يدخل المعهد ويقرأ مستوى خامس اللي هو تقني سامي. إذا ما كملش إلى غاية جوان على مستوى المؤسسة التربوية الشهادة المدرسية ماشي راح تخرج لك بلي راك كملت المستوى الدراسي، وبالتالي احنا كمعهد راه عندك احنا نقولوا بلي راه عندك سنة ثانية ثانوي ما عندكش سنة ثالثة ثانوي، يعني باللغة العربية الفصحى ما تودرش العام يروح لك هكذا، مش تروح تقراتها حتى شهر أفريل ولا ما يبقى لك شهر على السنة الدراسية يروح لك الفرصة، تروح لك الفرصة هذيك باش تقرا على مستوى المعهد. كلمة أخيرة قبل ما نطول عليكم، نتمنى كل التوفيق للمقبلين على التخرج من المعهد اللي راح يتخرجوا منهم الزميلة ولا المتمهلة نخلف خضراء وكل الزميلات ولا الزملاء اللي راهم معها. عندنا ثلاث أربع دفعات راح يتخرجوا، اللي هما دفعة إعلام آلي خيار قاعدة المعطيات في التكوين الحضوري، عندنا دفعة محاسبة وتسيير في التمهيد، عندنا دفعة الكهرباء التقني. نتمنى لهم كل التوفيق. وجه الشكر يعني جزيل للطاقم الإداري والبيداغوجي والعمال كل عمال المعهد على الدخول المهني الناجح هذا، يعني مجهودات جبارة قاموا بها خاصة لجنة الإعلام اللي تعبناها شوية معنا، راحوا خرجوا معنا يعني القوة في الإعلامية والحملات الإعلامية الخاصة بالدورة. كل الشكر لكل الطاقم البيداغوجي على رأسهم سيد مدير المعهد. شكرا لك. تفضلي الأخت أمرح حدا باختصار. شكرا لك اولا، بارك الله فيك اللي اعطيتينا فرصه ان يكون صوتنا مسموع على مستوى اذاعه برج باريج. الحمد لله لانه وصلنا ان نكون هنايا. شوف مسؤول المديريه التكوين وقطاعنا بصفه عامه اللي خلانا نمدوا لي زانفورماسيون لي ستاجير تاعنا، المدراء المعهد والمركز على مستوى راس الواد صراحه مدونا فرص كبار. المهم يعني بصفه عامه نشكر كل من ساهم في انه يحط التلميذ على المسار الجيد باش يدير السكة الجيدة باش pour faire une vie طريق ليه un point de vue une vie واضحة وراه. وشكرا جزيلا لكم إذاعة برج باريج. شكرا لك الأخت حداد. تفضلي الأخت خضر. تقدم كل الشكر تقدير إلى مركز المعهد الوطني أخوي المسعد رأس الواد والطاقم البيداغوجي والإداري داخل المعهد على مستوى المعهد خاصة المؤسسة المستخدمة ثانية شيف لارقب. وفي الأخير أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولجميع زملائي المقبلين على المناقشة. شكرا لك الأخت خضراء الخلف، بالتوفيق لك ولكامل المتربصين على مستوى ولاية برج بوعريج اللي بلغ عددهم 16,000 متربص على مستوى ولاية برج بوعريج. بتوفيق لكل المتربصين ولكل إطارات قطاع التعليم والتكوين المهنيين عبر كل ربوع الوطن. في الأخير ما بقي لي أن أقول أن تخفق في التمدرس فهذا أمر عادي، أن تبقى دون تكوين فهذا أمر غير عادي، فتكون لتصل لتحقيق أحلامك. شكرا لكم. هذا البرنامج من توقيع نبيلة سعيد جاك، إلى اللقاء.